رومانيا تمنح دكتورا مغربيا وساما من درجة ضابط تقديرا لمساهمته في تقدم العلوم والاختراعات بالعالم. تسلم رئيس المدرسة المغربية لعلوم المهندس كمال الدساوي عن بعد يوم السبت بمدينة إياسي الرومانية وساما من درجة ضابط عن مساهمته في تقدم العلوم والاختراعات في العالم. وجاء هذا التتويج خلال نسخة هذه السنة من المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار الذي تستضيف مدينة إياسي الرومانية كل سنة، والذي نظم عن بعد خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجارية لظروف وباء كورونا، وفقا لما جاء ببلاغ للمدرسة المغربية لعلوم المهندس. وأكد الدساوي الحائز على الدكتوراه في المعلوميات من جامعة نيس بفرنسا أن تسلمه قلادة الوسام من درجة ضابط جاء تقديرا لمساهمته في مجال البحث العلمي والابتكار على الصعيد الدولي، معتبرا هذا الوسام تشريفا كبيرا للمغرب وفخرا بالنسبة لها، خصوصا في الظروف الحالية التي تعرف انتشار فيروس كورونا المستجد. يشار إلى أن الدساوي شغل في مسيرته المهنية أستاذا باحثا في جامعة نيس بفرنسا المرموقة سنة 1981، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. هنأ صندوق الأمم المتحدة للسكان الشاب المغربي حاتم أزناغا على اختياره في المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب التابعة للأمم المتحدة كمنسق إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وأوضح بلاغ للصندوق يوم الأربعاء أن أزناغا سيكون مكلفا بتتبع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 17 والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأضاف المصدر ذاتي أن اختيار أزناغا تم نظرا للتجربة التي راكمها في محاكاة آليات الأمم المتحدة والمبادرات التي يقودها في مجال أجندة التنمية من قبيل جمعية شباب التنمية المستدامة، وهي منظمة غير ربحية تم تتويجها في 2018 بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالمغرب من خلال إيجاد حلول قابلة للتكيف مع كل جهات المملكة من أجل تحقيق الأهداف 17 في أفق 2030. وتعتبر مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب آلية الجمعية العامة للأمم المتحدة الرسمية المنظمة ذاتية للشباب للمشاركة بشكل هادف في الأمم المتحدة، وتعمل المجموعة كجسر بين الشباب ومنظومة الأمم المتحدة من أجل ضمان تحقيق حقهم في المشاركة الهادفة، وتقوم بذلك من خلال إشراك المجتمعات الرسمية وغير الرسمية من الشباب في تصميم سياسات التنمية المستدامة وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها ومراجعتها على جميع المستويات. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان 150 دولة بما في ذلك المغرب لتجميع البيانات الديمغرافية من أجل وضع سياسات مستنيرة وضمان التنمية المستدامة والشاملة. كما يركز الصندوق على دعم مشاركة الشباب في صنع القرارات التي تؤثر عليهم وتعزيز قدراتهم للنهوض بالحقوق الأساسية وقضايا التنمية. وقد تم تتويج المغرب سنة 2018 بمدينة بونا الألمانية بجائزة العمل لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة صنف مبادرات التعبئة، وذلك في إطار المهرجان الدولي للأفكار والعمل من أجل التنمية المستدامة بمدينة بونا الألمانية. ويروم هذا المشروع كثر الحواجز من خلال تسهيل إبرامات الشراكات بين الممثلين الحكوميين وفاعلي المجتمع المدني وممثلي الشباب وحملة العمل للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة. وتم تتويج الشابين الصحراويين عبد العظيم العلوي وحاتم أزناغا بالإضافة إلى 6 فائزين آخرين خلال حفل تسليم الجوائز من صنف المخاطب والمتصل والمندمج والمبتكر والراوي والمتصور. ويشار إلى أن مهندسي هذا التتويج العالمي هما الشابين الصحراويين عبد العظيم
العديم العلوي الذي يشغل حاليا منصب المدير الجهوي لأنابيك بالعيون، وحاتم أذناق العضو السابق في برلمان الطفل العربية عن مدينة العيون. وأورد بلاغ حينها لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي تأكيد المدير الدولي لحملة العمل الأممي لأهداف التنمية المستدامة ميتشيل تومي بأن هذه الجوائز تعتبر جوائز العمل، لأننا نحتاج أكثر من مجرد أقوال، فالمتوجون كانت لديهم القدرة على الإيمان والعمل من أجل التغيير، وهذه أمثلة حية للعمل الجبار الذي يقوم به الآلاف بل الملايين من الأشخاص حول العالم. المغربية منى تروع مهندسة في الطب الحيوي بالولايات المتحدة. في الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت بها حلم طفولتها في العمل في المجال الطبي، تصنع خريجة الهندسة الطبية الحيوية منى تروع أجهزة ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم. وفي ظل الأزمة الصحية الحالية، تحولت الشركة التي تعمل بها أيضا إلى تصنيع أدوات للوقاية من مرض كوفيد-19. خلال طفولتها كانت تحلم منى بدراسة الطب وأن تتخصص في علم الأعصاب أو العمل مع جراحي الأعصاب، لكنه بسبب عدم تمكنها من ولوج كلية الطب، اختارت الشابة المغربية متابعة مشوارها الدراسي في الهندسة الطبية الحيوية، وتشتغل حاليا رئيسة لمهندسي شركة لازاريس 3D في هيوستن بتكساس. ولدت هذه الشابة المغربية في 10 غشت 1992 في الدار البيضاء، وبعد حصولها على شهادة البكالوريا في علوم الحياة والأرض في 2010 انتقلت إلى الولايات المتحدة لمتابعة مسيرتها الدراسية، والتحقت بذلك بكلية ريتشلاند في دالاس بتكساس، ودرست هناك لمدة 3 سنوات قبل أن تتقدم إلى جامعة تكساس للحصول على شهادتها الجامعية في الهندسة الطبية الحيوية. وخلال حديثها قالت الدراسة هنا مكلفة للغاية في كلية الطب، وبما أنني كنت أيضا أحب الهندسة وصنع الأشياء وإصلاح أجهزة الكمبيوتر، اخترت هذه الشعبة التي كانت جديدة وسمحت لي بالعمل في المجال الطبي. لكن رغم حصولي على شهادتي الجامعية، إلا أن عثورها على وظيفة في الولايات المتحدة لم يكن أمرا سهلا في البداية، وتتذكر ذلك قائلة: كان الأمر صعبا بعض الشيء، خاصة وأن تأشيرة الطالبة التي كنت أتوفر عليها كانت تسمح لي بالعمل لمدة 3 سنوات فقط وبشكل مؤقت، إلا أنها تمكنت في الأخير من العثور على وظيفة في مركز أبحاث كان يجري أبحاثا صيدلانية للشركات التي ترغب في اختبار الأدوية على الحيوانات، واشتغلت به لمدة 2 سنوات قبل انضمامها إلى شركة لازاريس 3D. لقد كانت أكثر تخصصا لأنها تقوم بعمل نماذج أولية للسماح للأطباء بإجراء عمليات بشكل مسبق قبل إجراء العمليات الجراحية الأكثر تعقيدا بالنسبة لمريض سرطان الكلى على سبيل المثال. يقدم لنا الطبيب تحليلات مختلفة للأشعة السينية ونحولها إلى عضو مطبوع ثلاثي الأبعاد. وتابعت يتعلم طلاب الطب الخياطة على الحيوانات خلال سنوات دراساتهم وأحيانا على الفاكهة لتعلم كيفية عمل الغرز. الكثير من الناس يعتقد أن هذا الأمر يحصل فقط في المغرب، لكن نفس الشيء يحصل في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق ربطت منى تروع والشركة التي تعمل بها اتصالاتها بالأساتذة والجراحين ليقدموا لهم عمليا يتكيف مع الأعضاء ثلاثية الأبعاد القريبة تشريحيا من البشر. وقالت: قمت أيضا بإنشاء نموذج بشري للقيام بمحاكاة دقيقة لإجراءات الطوارئ التي تهدف إلى تجاوز الجهاز التنفسي لمريض لم يعد بإمكانه التنفس. إنها ليست الأولى من نوعها في العالم، لكن المادة قريبة جدا من الجلد البشري بنفس الحجم وحتى الدم الاصطناعي من أجل التحفيز.
ومع تفشي وباء الفيروس التاجي الجديد في الولايات المتحدة تكيفت الشركة مع الوضع، وهو ما جعل الشابة المغربية أمام تحديات جديدة. منذ بداية هذه الأزمة كانت الشركة مهتمة بتصنيع كمامات وأقنعة واقية، وقالت بدأ الأطباء والجراحون يطلبون منا صنع أقنعة، وهو ما قامت به الشركة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد. وصلنا إلى 40,000 قناعة يوميا، وأصبحنا موردا أساسيا لمركز هيوستن الطبي، وهو أحد أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة، قبل مساعدة مستشفيات أخرى أيضا في نيويورك. وتابعت لقد وصلنا إلى 1.2 مليون من الإمدادات الطبية التي قمنا بتسليمها إلى المستشفيات. وباسم مونة الروعة، قدمت شركة لازاريس 3D الأسبوع الماضي ترخيصا مؤقتا لصناعة قناع 100% ذاتية التنظيف، وأوضحت أن تصنيع هذه المعدات يعتبر بمثابة تحد حقيقي لها. وأعربت الشابة المغربية عن فخرها بكيفية إدارة المغرب للأزمة الصحية الحالية، وقالت من المشجع أن نعلم أن المغرب ليس بحاجة إلى بلد آخر في هذه الظرفية. الولايات المتحدة لازالت تشتري الأقنعة لحد الآن، لذا عندما يلجأ المغرب إلى شبابه وصناعته فلا يمكننا إلا أن نفخر بذلك. لكن المهندس المغربي ترى أنه لا يجب الوقوف عند هذا الحد، وأن الدولة من واجبها أن تدعم الشباب ومبادراتهم. وقالت نحن بحاجة إلى تجهيز الجامعات بطابعات وبرامج ثلاثية الأبعاد وتشجيع أولئك الذين يرغبون في التعلم. وأنهت حديثها قائلة هناك عباقرة في المغرب يمكنهم أن يصلوا إلى أفضل مما وصلت إليه أنا، لكنهم بحاجة إلى الدعم.